دلوقتي احنا جبنا لكم لعبة جديدة اسمها ذا هايست. دي متعلقة بمسلسل لا كازا دي بابل اللي بيجي على نتفليكس. كلنا عارفين طبعا المسلسل دوت وشهرته، عشان كده هم عملوا له لعبة بالكروت، وانا كنت اشتريتها من فيرجن ميجا ستور، ودي ورقة الانستراكشن. وانا حابب دلوقتي اشرح لكم اللعبة ونعمل مراجعة سريعة عليها. طيب بداية كده يا جماعة، هي اللعبة عبارة عن جريمة بتحصل، وانت محتاج تعرف مين اللي عملها والمكان فين وبأي يعني سلاح استخدم في الجريمة. التلات حاجات دول عرفتهم تكسب اللعبة. طيب الورق بيتوزع كالآتي: لو احنا عندنا مثلا تلات لعيبة هيلعبوا، فبنديهم بنوزع عليهم الورق، بس كل لعيب بياخد مجموعة معينة من الورق. يعني لازم المجموعة تبقى بنفس ايه الشكل ده. يعني شايف هنا في علامة، لازم الورق بتاعه كله يحمل نفس الايه العلامة ديت. تمام، يعني لو هنقسم الورق كده، دول الستة سسبكت المتهمين الستة: ريو ونيروبي وبرلين وهلسنكي وطوكيو ودنفر. وبعد كده بيبقى تلات أسلحة، وبعد كده تلات أوض. كل لعيب بيبقى معايا ستة سسبكت، هما نفس دول، وتلات أسلحة وتلات أوض. تمام، بنوزعهم كده بالظبط. يعني ستة ولاد سسبكت، تلاتة روم، تلاتة ويبون، وكلهم بيحملوا نفس العلامة لكل بلاير. يعني مثلا لو جينا للبلاير التاني، مثلا ده ورق خلاص البلاير الأول اللي هيلعب، ورق البلاير التاني مثلا أهو خد العلامة دي، هتلاقي كله نفس العلامة. تمام، فلما نيجي نوزع يبقى برضو ايه نوزع. بس طبعا الورق بيتوزع له بالمقلوب، يعني ما هو انت ما بتعرفش ورقه. بقى برضو ستة سسبكت وتلات اسلحة وتلاتة روم، وكلهم بنفس الايه العلامة دي. طيب خلاص كده احنا فهمنا تقسيمة الورق بتتوزع ازاي بالنسبة للعيبة. هيبقى برضو اللعيب التاني نفس الكلام اهو، التالت قصدي، نفس الكلام نفس الورق، بس بيحمل مثلا علامة ايه العلامة دي. خلاص تمام، الورق بيتوزع على اللعيبة مقلوب. يعني احنا يعني واحنا بنوزع كده الورق بيبقى مقلوب. طيب بيتبقى معانا ورق الأدلة، ده ورق الأدلة بيبقى مكتوب عليه ايفيدنس. تمام، الورق دوت برضو بنقسمه، يعني هنقسمه تلات ايه تلات كومات كده: الاوض لوحدها، والسسبكت لوحده، والسلاح لوحده. تمام، كده عندنا تلات ورق الأدلة اتقسم تلاتة: اوض وسسبكت، سوري، اوض وسسبكت واسلحة. خلاص هنقلب الاكوام دي كده، وهنختار عشوائي ورقة من كل ايه ورقة من كل واحدة. مثلا دي نختار، مثلا دي نختار دي. فاحنا كده عندنا خلاص كده اللغز ايه ده، خلاص كده دي الورقة اللي بنحطها لها الميستري، بنحطها على اللغز بتاعنا. خلاص، وبقيت ورق الأدلة بنحطه على بعض تاني، بنرجعه على بعض، ممكن تفنطه مثلا ولا حاجة، وتقسمه على اللعيبة بالتساوي. ده ورق اللغز، مثلا ده اللعيب التالت،
وده ورق اللعيب التاني وده ورق اللعيب الاول، وانا معايا ورق الادله في ايدي. بقسمه كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خلاص بقى كده كل لعيب معاه الورق بتاعه ومعاه 3 ورقات للادله. خلاص طيب كل لعيب هيبتدي يشوف ورقه. فرضا مثلا انا لعيب رقم 2 هشوف ورقي، فانا عندي ال ورق الأدلة بتاعي نيروبي والسيف بوكس الروم، وعندي برضو هيلسنكي. يبقى كده عندي 2 مشتبه بيهم، دول بستبعدهم من الجريمة. يعني دول يعني أنا عندي الجريمة فيها إيه؟ مشتبه 1 وأوضة وسلاح. طيب أنا عندي دلوقتي نيروبي وهيلسنكي، يبقى دول إيه؟ بستبعدهم، وبستبعد الأوضة دي برضو. طب ازاي بشوف الورق عندي؟ يعني مثلا عندي نيروبي هنا في الورق، خلاص بطلعه، ده كده بره دايره الشك. تمام، عندي هيلسنكي، عندي هيلسنكي بطلعه برده، واشوف في الاوضه موجوده عندي ولا لا. الاوضه اللي هي السيف بوكس مانجر روم سيف بوكس طلعت عندي برده. فدي حاجه حلوه قوي ان الورق ايه الادله كله كان عندي، فده معناه يعني ان انا بقلل دايره الشك. فكده اخد ورق الادله تاني احطه معايا، وابتدي بقى اسال اللعيب اللي قدامي لما يجي الدور عليا، يعني اساله اقول له مثلا عندك ريو، ما اسالوش على نيروبي، ما خلاص نيروبي طلع، يعني انا فهمت ان هو ايه نيروبي مش هيبقى موجود في الجريمه. اساله على اي حد تاني، اقول له عندك ريو مثلا، عندك ريو، هيقول لي ما، واساله يعني هساله سؤالين، عندك ريو، ممكن اساله مثلا عندك المانجر روم، هو من حقه يرد على سؤال واحد، يعني انا اساله السؤالين هو يرد على سؤال. قال لي ايوه عندي ريو، فانا بطلع ريو من عندي. خلاص يبقى ريو في البوريو كده برده مستبعد. تمام، الورق اللي بطلعه براءه، يعني اللي بيطلع في خانه البراءه بيبقى مكشوف عادي اي حد يشوفه، يعني خلاص هو اتعرف ان انا بقول له عندي ريو، فهو بيقول لي ايوه عندي، فالناس كلها بتعرف ان ريو كمان بره الايه الشك. خلينا متفقين ان كل لعيب في الاول قارن ورق الادله بالورق اللي معاه وطلع الورق الايه اللي زي بعض، وبالتالي كل لعيب الورق اللي معاه هيبقى كده ايه داخل دايره الشك. فانا لما بساله ويقول لي عندي، فكده ايه معنى ان هو عنده، فانا بحاول ايه استبعده بره. وبتمشي اللعبه كده لحد ما ايه يعني، وهو كمان بيسال اللعيب اللي جنبه واللي جنبه بيسالني، لحد ما الموضوع بيقل قوي، ده الشك بيقل قوي. اللي بيعرف يخمن حل اللغز هو اللي بيكسب. يعني اللي بيعرف يقول ان مثلا برلين هو اللي عمل الجريمه، وان الاداه المستخدمه القنبله، وان الاوضه كانت المانجر روم، هو ده اللي بيكسب. لو قال غلط بيخسر وبتتلعب اللعبه تاني. طبعا اللعبه زي ما انتم شايفين الورق نضيف، البوكس حلو قوي وجميل وشيك، وبالنسبه لسعرها 70 جنيه تقريبا، انا شاريها من ميجا ستور فيرجن ميجا ستور، فسعرها حلو. اتمنى الكل يجربها، وهي بينزل معاها برضو بورد، بس دي بتبقى سعرها اعلى شويه، يعني انت ممكن تجيب الكارد بس في بوكس زي ده، ممكن تبقى تجيب البورد بتاعها بالبورد بالكارد بيعملوا تقريبا 230. شركه نيلكو هي اللي عاملاها، واتمنى المراجعه دي تكون فادتكم في اللعبه وعرفتكم ازاي تلعبوها. وان شاء الله لو حابين تعرفوا اي بورد جيم جديده او اي لعبه عايزين تستفسروا عنها، انا ايه تحت امركم. ما تنسوش الاشتراك بالقناة، ونشوفكم في الحلقة الجاية. سلام، مع السلامة.